السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وضعية إدماجية situation of integration تلاميذ السنة الرابعة متوسط. هذا الوضعية اللي راح نقترحوها الاختبار الفصل الأول. نقرأ مع بعض السؤال مباشرة مش منضيعوش الوقت. write a letter مرة ثانية. هذه الوضعية الثانية راح نعلمكم كيف تكتبوا letter to your friend لصديقك. telling him تقول له about your last holiday trip راح تهدر له على الرحلة تاع العطلة تاعك اللي مضت. عندنا last يعني الباست أول شيء letter past. use the time sequencers استعملنا time sequencers first then next etc after that finally. okay عندنا الانفورميشن هذه راح نستعملوها باش نكتبوا الباراجراف تاعنا. اوكي الليتر تاعنا مصول عندنا ليتر عندنا لاست يعني راح نديروا الباست سيمبل. وعندنا العباره اللي راح ننقلوها هي اباوت حتى تريب. اوكي حتى وين دخلت حتى وين نصيبوا نقطه. اوكي ماشي نكملوا نكتبوا هذا السؤال اللي عطاهنا الاستاذ. قلنا يور ترجع ماي. اوكي ونكتبوا العباره اللي لازم نحفظوها. نبدا نو نقراو قبل المعلومات اللي عطاوها لنا من بعد نروحوا نكتبوا. عندنا the departed place معناتها منين ديماريت. اوكي من باريكا means of transport رحت by car بواسطه السياره. places to visit الاماكن اللي رايح نزورهم اللي هما بيتنا اول شيء. واش زرت زرت to visit the first of November mosque رحت زرت مسجد أول نوفمبر. ثاني بلاصة رحت لكسطنطين قسنطينة to visit الأمير university باش نروح باش نزور جامعة الأمير. number three skik dam to take pictures باش ناخذ تصور في skik dam. okay stop over ستوب وين حبست نرتاح في جيجل for a weekend قعدت فيها weekend. اوكي نبداو قلنا الافعال اللي راح نستعملوهم هنا طاولنا car by car كي يقولك by car تكتب الفعل عادي went ذهبت. اوكي I went على خاطر ما طالكش كيما ديك خطرة باخرة باخرة قلنا sailed دوكا طالنا السيارة نقولو ذهبت. اوكي عندنا الفعل visited عندنا الفعل visited هنايا نعاودو نقدروا نستعملوا went. اوكي المهم ذهبت كي تكون راح تهضر على مدينه انا ذهبت الى قسنطينه وباش يكون عندك landmark معلم تقول visited. اوكي زرت هنا ذهبت الى قسنطينه وزرت الأمير يونيفرسيتي. I went to Constantine and I visited الأمير يونيفرسيتي. فهمنا وقتاش نستعملو visit وقتاش نستعملو went. خلاص to جيجل I went to just stop over عدنا كي عاود ترجعت للدار returned it. returned okay هنا ما كاش اي اسفة returned like this وهذا واش عندنا. اوكي تايم سيكونسرز عندنا فيرست ذن بعد مور ذن كاين نعاودو من هنايا فيرست ذن افتر ذات نيكست ومن بعد فاينلي هادو نستعملوهم بعد كل رحله. هاني نبداو فيرست رحت من باريكا لباتنا ومن بعد نقولوا after that رحت لقسنطينة ومن بعد next رحت لجيجل no after that رحت لجيجل ومن بعد next next رحت لجيجل ومن بعد اخيرا عاود رجعت للدار. متفاهمين نروحوا نكتبوا الفقرة تاعنا ونشوف. نبداو الشكل تاع الرسالة لازم هنا نعاود دايما dear 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 وكتب صديقك اللي حتبعث له الرسالة نقولوا اليوم نديروا على طفلة dear أميرة. اوكي dear أميرة
ومن بعد الفقره الجمله اللي قلنا لازم تحفظها لازم، دوك نكتبها لك بلون مغاير. نخلو زوج مربعات ونبداو. I am، هذه لازم تحفظها، لازم تحفظها في كل رسالة تعاود تكتبها العبارة. I am writing this letter، أنا أكتب هذه الرسالة. To tell you about، هذه لازم تكون عارفها، راني نكتب هذه الرسالة باش نحكي لك على، على واش؟ ترجع للسؤال تاعك، هاي لك about، ابدا من about، تكتب 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 حتى وين كاينة نقطة في الجملة، غير هذه الجملة اللي جاية بين about وآخر نقطة. عندك your ترجعها my، to tell you about my last holidays trip، okay؟ To tell you. About my، هذه ديتها من السؤال، about my last holidays trip، على الرحلة تاعي في العطلة اللي جازت نقطة. وبعد ترجع للسطر وتبدأ تدخل في الموضوع، اوكي؟ نبدأ. اولا ذهبت، اولا ذهبت من باريكا الى بيتنا بواسطة السيارة، نقوله first، اولا first فاصلة I went، انا ذهبت من بيتنا، from بيتنا إلى to from Barika، I'm sorry، from Barika to بيتنا. شوفوا إذا ما طولكمش المكان اللي انطلقت منه، يقول لك زعماك means of transport car، ويقول لك places اللي زرتهم. انت دير هكذا، انت هذه المدينة دير من المدينة اللي تكون فيها، اوكي؟ دير هكا، اللي يسكن في بليدة يقول I went from بليدة to بيتنا، اللي يسكن في وهران يقول I went from Oran to بيتنا. المهم هنا الا ما طالكش تذكر المدينة اللي تكون فيها، اوكي؟ I went from Berica to بيتنا بواسطة by هي بواسطة كار، بواسطة السيارة، اوكي؟ خلاص. وش درت في بيتنا؟ زرت مسجد اول نوفمبر. اند و اي عطاني فيزيت، راني راح نهضر في الباست، نقول فيزيتد، رجعوا في الباست. اند اي فيزيتد، وش فيزيتد؟ وصف، قول زرت هذا المسجد الجميل، this beautiful، this I visited the most beautiful landmark the 1st of November mosque، okay؟ وصف، زين شوية، زين سقمها شوية، نقولوا I visited the most، أجمل landmark في بيتنا اللي هو المسجد الأمير، مسجد أول نوفمبر. I visited the most beautiful landmark there، هنالك زرت أجمل مكان سياحي هنالك، there بين قوسين ولا بين هادو، ايه وش نقولو؟ the first of November mosque، اوكي؟ ذهبت وزرت اجمل مكان سياحي هنالك اللي هو اول نوفمبر، مسجد اول نوفمبر، نقطة. استعملنا هنايا first، ومن بعدها نستعملو وبعدها then.
then واش درت؟ ذهبت إلى قسنطينة وزرت. I went to Constantine and I visited university. هذا الجامعة. Then I went ذهبت to Constantine. باش تبان هذه capital letter. وزرت and visited. واش زرت؟ الأمير يونيفرسيتي. وزرت جامعة الأمير. بلا ما دير هاد العارضتين هنا نقطة. وبعدها ذهبت إلى سكيكدا. في سكيكدا ما نبقاوش نقولوا went. هذه went نبدلوها بفعل واحد آخر، نقولوا أنا أخذت طريقي ولا أخذت طريقي إلى سكيكدا. نقولوا I took my way to، أخذت طريقي إلى سكيكدا. في بلاصة ما نقولوا I went، خاطش علاش أنا استعملنا هنا يا went، رانا استعملنا هنا يا went، نبقاو ثاني كل خطرة I went نبدلو. نقولوا هنا واش قلنا then، نقولوا after that نقدروا نقولوا I took my way ولا I continued، معناتها كملت طريقي إلى إلى واش هي سكيكدا. نقولوا after that I took my way to the beautiful city سكيكدا. نقولوا المدينة الجميلة سكيكدا. The beautiful city سكيكدا، المدينة الجميلة. أينما أخذت صور رائعة. Where I took amazing pictures over there. أينما أخذت صور جميلة هنالك. أوكي نديرو نقطة، روحو نشوفو واش عندنا معلومة أخرى. عندنا جيجل أني ديت ستوب أوفر، قعدت في جيجل يومين، بصح ما نحكيش واش درت في جيجل على خاطر ما عطاناش معلومات، قالك غير جيجل وطالك ويكند. كيفاش نكتبو هذه الجملة؟ نكتبو هكا next، لاحقا next فاصلة. وين رحت؟ هنا قلنا I take my way next، هنا نقلبو ونقولو في جيجل، نقولو باش ما نبقاوش نستعملو went نقولو في جيجل خذيت stop over، راحة، خذيت راحة لمدة weekend، لنهاية أسبوع. شوفوا اش توفى نبداو next in جيجل. In Jijil, I had stop over. كان عندي في Jijil كان عندي توقف لنهاية أسبوع. I had stop over. For a weekend. وبعد كنقولوا أخيرا،
هذه ثاني في هذه العبارة تقدر تخليها كي يعطي لك تهدر على رحلة. هذه آخر عبارة احفظها كي يكون يهدر لك على رحلة كيما هذه. دير I returned finally، قبل finally I returned home after spending a very nice moment وخلصت الفقرة تاعك. تقول أخيرا رجعت إلى المنزل بعد قضاء أوقات رائعة جدا ونقطة. أوكي، هذه هي الفقرة تاعك. نعاود نقرأ وهنايا مازال ما كملتش، مش الفقرة، هذه الرسالة تاعك. ومع الأخير اكتب اسمك هنايا، اكتب سميرة هنا صاحب الرسالة اللي كتب رسالة يكتب اسمه. اوكي، كيما نتوما كتبتوا رسالة كتبوا اسماءكم، وهنايا تكتب الاسم الرسالة اللي راح تبعثها لصديقك. متفاهمين؟ الى عندكم اي سؤال خلوا لي في لي كومونتير، واللي جاوب معنا جدد مرحبا بكم، وديروا ابوني لاشين، واللي مازال ما فعلش الجرس فعل الجرس باش كل خطره يجيكم الفيديوهات جدد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى درس لاحق ان شاء الله.